تحية طيبة نقدمها لكم أعزائنا المتداولين مع عرض الأسبوع الجديد لسوق الفوركس. نواصل اليوم إطلاعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. وصل مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الفائت ارتفاعه، وكما كان عليه سابقا فإن هذا الارتفاع اقترن بضعف العملة الأوروبية الموحدة. ننوه إلى أن حصة اليورو في مؤشر الدولار الأمريكي تعد الأكبر، حيث يستحوذ على 57.6%. صدرت يوم الثلاثاء بيانات ضعيفة نوعا ما عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن شهر أبريل نيسان الفائت. وعلى الرغم من ارتفاع للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن المتوقع بدأ أدنى مما كان عليه منتظرا. وعلى أي حال فإن الدولار الأمريكي كان قد تعزز بشكل ملحوظ. عمليا أصبح الدولار أعلى ارتفاعا له خلال الأسبوع. الأمر يكمن في صدور وفي آن واحد بيانات عن المنطقة الأوروبية التي كان ينظر إليها سلبية من قبل السوق. انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي عن شهر مايو أيار والصادر عن المركز الألماني للبحوث الاقتصادية الأوروبية للمرة الخامسة على التوالي، وذلك إلى أدنى مستوى لنصف عام الأخير. ونتيجة لذلك انهار اليورو إلى أدنى مستويات أما الدولار الأمريكي للأسابيع الخمسة الأخيرة وللأسابيع الستة عشر الأخيرة أما الجنيه الأسترالي والنصف عام أما الدولار الأسترالي. العامل الإضافي الذي لعب دورا في ضعف العملة الأوروبية الموحدة كان تصريح البنك الاتحادي الألماني عن استعداده في دعم البنك المركزي الأوروبي في قراره لبدء عملية تخفيض أسعار الفائدة، ومن المحتمل له أن تبدأ عملية طباعة الأموال خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في الخامس من شهر يونيو حزيران القادم. نود أيضا أن نشير إلى أن بعض البيانات السلبية الأمريكية المسجلة وسط الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الفائت والتي جرت في الخميس الفائت وكانت أضعف من التوقعات الأولية. ارتفع مستوى التضخم في أمريكا خلال شهر أبريل نيسان الفائت لمستوى أعلى من المستوى المترقب له وسوى 0.3%، ويعد هذا الارتفاع أعلى مستوى للأشهر العشر الأخيرة. اتصفت التداولات بمؤشر الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع بالتقلبات العالمية، ولكنه ومع ذلك أقفل في المنطقة الإيجابية. أما فيما يتعلق بالبيانات الأوروبية فإنه كانت أسوأ، حيث ارتفع مؤشر النسبي المحلي الإجمالي للمنطقة الأوروبية في الربع الأول أدنى من المستوى المتوقع له أن يكون. من الجهة الأخرى فقط انخفاض الإنتاج الصناعي في شهر مارس آذار كافة التوقعات له. تبدأ الأخبار الاقتصادية وورودها من أمريكا لهذا الأسبوع في يوم الأربعاء، حيث ستظهر هناك نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن شهر مارس آذار. وفي هذا اليوم بالتحديد سيقوم ثلاثة من ممثلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإدلاء بتصريحاتهم، ومن بين هؤلاء ستكون رئيسة مجلس المجلس جانيت إيلين. أما في يوم الخميس فستصدر بيانات عن سوق العمل عن الأسبوع الأخير، وكذلك بيانات عن مبيعات سوق العقارات الأمريكية السنوية. أما في يوم الجمعة فستصدر أنباء عن مبيعات المنازل الحديثة عن شهر نيسان أبريل الفائت. نحن نرى بأن التوقعات عن سوق العقارات ستكون إيجابية، أما بقية الأنباء فإنها ستكون معتدلة. سيصدر في يوم الأربعاء مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر مايو آذار. تعد التوقعات المتعلقة بهذا المؤشر معتدلة. أما في يوم الخميس فهناك ترقب بأن يكون مؤشر النشاط الاجتماعي PMI عن شهر مايو أيار سلبيا، في حين وفي أنه في يوم الجمعة ستكون هناك أنباء عن مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الألمانية، وتعد التوقعات الأولية لها معتدلة. قد ينظر السوق إلى هذا الأمر بشكل سلبي بالنسبة لليورو بقدر ما أنه سابقا كان متوقع أن تصبح ألمانيا قطرة النمو الاقتصادي الأوروبي. فيما يتعلق بالباوند فإننا سنكون على موعد مع بيانات التضخم من بريطانيا، وذلك في يوم الثلاثاء، في حين أنه في يوم الأربعاء سيصدر تقرير بنك إنجلترا وبيانات عن النسبة المحلية الإجمالية عن الربح الأول في يوم الخميس. أما لمن يتداول بالين الياباني فإنه ينبغي عليهم توجيه انتباه إلى خطاب رئيس البنك الياباني والذي سيكون في نهار يوم الأربعاء. أما فيما يتعلق بسعر صرف الدولار الكندي فإنه من المحتمل أن تؤثر عليه البيانات التالية.
في الخميس. ستصدر أنباء عن مبيعات التجزئة عن شهر مارس آذار، أما في يوم الجمعة فسيكون هناك أنباء عن التضخم في كندا، وذلك عن شهر أبريل نيسان الفائت. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة FC Markets. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.